رائد عبد الله هاشم. ولك ما حدش بيعرف عيلة ابو طارق الا انا. هذا رائد بيكون ابن عمه اللزم لابو طارق. يعني واسطة؟ مش بس عواسطة أجل. ولك هاي خطوة واضحة لاستبدال فيصل. قبل شوي مرقت عليه على المكتب قاعد بلملم اغراضه بكرتوني المسكين فيصل. يعني هذا الحين رائد بصير نائب المدير الجديد؟ هسه هو مبدئيا جابوا على اساس مدير الجودة، بس عمين خطوة اولى لاستبداله لفيصل. هيني بحكي لك. مدير جودة قلت؟ لازم اضف ذي كلها. يلا الله بعينك ابو الول. كيفك؟ هلا ابو مرضي. مرضي الله يسامحك. يا رجال امزح معك، ايش فيك انت؟ منين جايبها هاي؟ هذه من الشازي اللي زي الكافي اللي فتحوه جديد. يعني منين جايبها مرضي؟ من غرفة الموظفين الكافي ميكر. يا بي شو بتحب تخوث؟ يا بي احسن احسن. انا كل هذا اصلا عشان احكي لك انه الماكينة كأنه بتطلع طعم صدى. يا رجال كلها صدى مسكينة الطعم. بسيطة هسا سيبك من الماكينة. احكي لي دريت بالخبر الجديد؟ مش عندك. مش فيصل بدهم يرجعوه كاشير زيك زيه؟ تكذب. لا لا ليش لكذب؟ من بيحطوه مكانه؟ اسمع اسمع اسمع، انت شدرات الموضوع. ابو طارق جاب واحد اسمه رائد. رائد هذا بيكون ابن عمه اللزم لابو طارق، افهمني؟ ولك مش بس ابن عمه، ابن خالته كمان. هسه هو مبدئيا جايبه مدير جوده، بس علينا يا مندلينا ولك مستحيل انا ضاغطه. اسمع. الحين بروح ادور على فيصل. عشان اطقطق عليه. شو الطقطق يعني؟ عندكم بتسموها اتخوث. بدك تعمله خويثة. وإذا طلع الخبر صح أبا أحبك من هنا. يا زلمة ما تخربش الغرة علي، ولك بتعرف شو أعملها. هي أم مرضي اللي بتصرح لي إياها كل يوم. لا وفي إشاعة قوية إنه أخوه من الرضاع كمان. كل ده؟ أقول لك أنت تقولي الآن هو اسمه مدير الجودة، يعني فيصل الآن مديرنا وفيصل موجود. فكني تكفى مرضي. يا عصام يا حبيبي أنا بحبك وقاعد بنصحك، المسألة مسألة وقت. ها استغل وقتك وظبط مديرك الجديد. وأنا شوف يا أبو مرضي تكفى، لا تدخلني ولا لي علاقة في الأمور دي. أنا إلى الآن فيصل مديري وأنا راضي يا أخي، مديري مبسوط فيه. طبعا مسمح لك تشيل ورقة دي من لوحة الإعلانات؟ حق الموظفين كلهم يعرفون الخبر مو مثل حالك. بتصدق يا أستاذ فيصل إنه هذا الخبر الوحيد اللي صاروا يعرفوه كل الموظفين هسه؟ هذا تعهد. تعهد طبعا ان شفتك توطوط في السوبر ماركت ولا داخله يا ويلك مني. زين وهذا طبعا التعهد وش يشمل؟ يشمل المواقف والمحلات المجاوره. ها مفهوم؟ ها مفهوم. تفضل وقف. حاضر. الله الله اعطيها بصمه. حاضر. سلام سلام. سعودي انت؟ ها اوكي بس ما خلصنا للحين. ها مطولين حنا. ها هذا تنازل عن كل حقوقك المدنيه والغير مدنيه. عاد هذا الكلام انا ما اعرفه. ها في حال انك خالفت التعهد المسبق. يلا وقع. حاضر.